كقدم النزاعات والحروب في العراق. عديم الجنسية ظاهرة ككرة الثلج تكبر كل ما مرت عليها السنوات. يقدر عدد عديمي الجنسية في العالم حوالي 10 ملايين نسمة، والعراق أحد هذه البلدان التي تسجل أعدادا عن أشخاص فقدوا الرابطة القانونية بالدولة. ليست هناك إحصائية رسمية عن عددهم، لكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA نشرت على موقعها أن عدد عديمي الجنسية في العراق يقدر 248 ألف شخص عام 2016، فيما كان العدد يقدر ب 120 ألف بحسب الأمم المتحدة سنة 2014. لكن من ناحية أخرى تشير إحصائية ثانية للأمم المتحدة أن الصراع في العراق قد يفاقم من أزمة التوطين والجنسية وطالبي اللجوء، فمن أصل 65 مليون شخص حول العالم يعاني 5 ملايين منهم في العراق فقط من هذه المشاكل. أم هدى لها قصتها مع داعش، ولابنتها قصة مع انعدام الرابطة القانونية. لم يرد في ذهن هذه المرأة العشرينية يوما أنها ستسير في لظى طريق الجمر كما تسميه، طريق طويل ووعر ومليء بالأوجاع، بدأ بالمطاردة ومر بالتعذيب والتشريد، وانتهى بطفلة دون أب ودون اعتراف رسمي بوجودها. تم تزويجك إلى واحد من الدواعش بالإجبار، شنو القصة؟ قصة من طبوا داعش، أقاربنا كلهم طلعوا للحلة بغداد غير حلة. أنا وأمي بقيت أنا وأمي وأختي، ما قدرنا نطلع ولا واحد بيهم هم داس علينا. هاي 6 أشهر خابروا أقاربنا قالوا أريدكم تقعدون ببيتنا. بعد ما صار وياهم أهل المنطقة يقولوا لهم هذا مثلا بيت ضابط، هذا بيت أريدكم تصادروا وغيرها. ليش ما طلعتوا من القائمة في هاي الأثناء؟ ما هواية ناس ضلوا. وانتو ضليت؟ ضلنا وياهم، ومو بس مو بس هاي، صارت الطلعة بثلاث ملايين وأمي ما عدها، يعني كل ما زالها كل شهر يأزموها بالزايد، يسدون الحدود على الناس الطرق، بيخلون أحد يعبر. يعني إذا واحد يريد يعبر يرهن بيت ويرهن إنسان هم يرهن حياته. قلت إيش بعد 3 أيام من قعدنا بالبيت الثاني طلعونا من هذا البيت. جاء خبر قال لهم انه هذه العائله تتنقل من بيت للبيت الثاني. البيوت هذني مطلوبات للدواعش، بيوت مرتدين. رصدوكم انه انتم تتنقلون؟ رصدونا، وحل اجابينا خبر انه قالوا لهم ذولي يتحفظون على املاك المرتدين. طلعونا من هذا البيت، حتى اخذوا مفاتيحه، بس الحاسب هاي الشغله الوحيده اللي طبت بيتنا. اللي طبت البيتكم من جديد؟ بس حاسبة وضميناها ماكل. ليش هذه الحاسبة؟ لأن أبو البيت خابر، البيت خابرت تقول احتفظوا لي بالماعي. وأبو البيت يقول لا، دير بالكم عندي حاسبة بس بالبيت مالتي، حافظوا لي عليها. سمع الوالي مالته مال دواعش كان يخاب، قالوا له إذا هاي العائلة ترى شالت، أكو واحد كان يراقبنا بدون ما نعرف بيتنا، وما كنا نشيل بالغراب. بالحكي احنا ما نعرف ولا انا ولا امي ولا اختي ان البيت اللي صادر ما يصير يشيل من عنده هيك. قالوا هاي العائله لازم يجيبون اياها المراه وبناتها والا نقطع روسها. اسبوع ظل يمنا اخويا من ابويا ثار ينبايع واحنا ما نعرف صاير وياهم. اخويا داعش صار وياهم وما نعرف شنو هاي اللي يبكم. قلت لك من ضمن الغراض اللي انشالت كانت عندنا حاسبه. هاي خالكم هذا ضابط مخليكم حاسبة ما حد يدري بيها بالدولة، ولا من طلعتوا من تصادر الغراب قلنا لا ما حد يدري بيها. جمع هاي المعلومات رايح قايل لهم جارنا، جاء هو ويا هذا جارنا هو جندي يمنا وهو هاي الأمير مالته. قال جمع على ذاك الباب قال لهم وين الحاسبة؟ أمي خافت قال لها هذا جارنا لا تخافين هذا وياي هو جاي يساعدكم. فأمي بدأت تحكي له على نيتها، قالت له أنا بس بناتي، بس أنا وبناتي، عرف إنك وبنات. قالها أنا راح أحل لك الموضوع، وماكو أي شيء صار، أخذ الحاسبة وراح. ثالث يوم أنا داز زوجة هذا الرجال اللي إجا وياه جندي، قال أريدك تروحين تخطبي لي واحدة من بنات هاي المرة. ما قبلنا، دست جديد، ويا بنت هاي المرة، طفلة صغيرة مو كبيرة. أنا راح أوافق، حتى أمي ضربتني على حلقي، قالت شلون يا ولد توافقي؟ راح يقتلونك.
اي ما لو ان خوال وقرايب وامام كان ما خلوني هسه احنا وصلنا لهاي المرحله، هسه بعد ما حد يشفع عنا. ام هدى واحده من مئات النسوه اللواتي اجبرن على الزواج من العناصر الارهابيه المنتميه لتنظيم داعش في المناطق المحرره. ظاهرة انتقالية زادت من أزمة عديمي الجنسية في العراق، فالأطفال الذين أنجبوا من هذا الزواج يقفون في منطقة حائرة بين الاعتراف الرسمي للدولة وبين شريعة داعش التي أوجدتهم في حياة من الصراع المتجذر. قلت لك من أول يوم، قلت له يعني بعد ما لما قرب ولا أي شيء صار، قلت له أريد أشوف الليل. مو بس العقد، أريد أشوف هالكتاب، كتاب الطلعة أنك طلع أمي وأختي. نسيت أطلع عن ديار الكفر، أنا أمير، أنا اللي على سيطرات وغيرها، أنا أطلع مرة وبنتها حتى ما يقول نسيبتي أو شيء. أطلع عن الأرض الكفر، أنا أحاسب اللي يريد يطلع أقتله بسيارته إذا أسمع بي يريد يطلع الأرض الكفر، مو تقعد أنا أطلع بإيدي. قلت له بس هذا شرطي وانت وافقت به. صار يجي ما يلقاني، اروح على امي. اطلع من البيت. هاي قبل ما يقبل عليك؟ قبلها. هاي وين راحة؟ ليه؟ ياخذني من شعري نوكة، يعني احس فيه حتى من بوري مال حديد يضربني. الى ان حجزه مدة ما اعرف 17 يوم. هم اللي وياه بايع اسلاح هو وجماعته بدون ما يعرف به الوالي. فتح الباب مالها، اخذت ملابسي ورحت على امي واختي. كلمه خلصيني، انا جاي احس ما احس عندي، صاير عندي حمل وهذا يضربني. حتى اقام على الصحراء، قام على الصحراء ياخذني يحطون لي بقبر. هاي حتى ما رحت لها الحاكم الشرعي مالتهم، يقول لي هذا شلون تسويت، هذا مريض نفس. هو عاد يمهم سائلينه، قال شلون تضربها هاي هيجي، انت مريض نفسي شلون تسوي هيجي، هاي مره شلون. قالهم هو راد يطلع، وموضوعي مال الشكوى داسه بالزايد. قال لهم هاي اني توصل معلومات لاقاربها، جمي اخذوني اني واختي، قالوا لامي نص ساعه ساعه بس يطلقهم القاضي ونرجع بناتك. من جابونا عليهم اول ما قالوا خل تجي اختها، انا عبالي راح يسالوها يقولوا لها صح كان يضرب اختي وغيرها. رجعي على بدا طالق يا هاي، انتهى الموضوع. صار يوم اول ما بادين تحقيق بيها، اسمعها بس تحلف ويضربون بيها، اسمعها تحلف ويضربون بيها، وانادي واصرخ عليهم ما حد يرد الخبر. بس احنا ما مسوين اي شيء. نقول لا انت راح تعرفين اثناء التحقيق. قلت له شنو التحقيق اللي كان، شنو مسوين انت موجود؟ قلت لي طلقت من زوجك. قالوا لا، من قال لك ايش احنا من نجيبك نقول ايش راح نسجنك؟ انت هسه سجينه تلتزمين بالقوانين مالتنا كلها. يضرب قسوا علي حال بالضرب، يعني 3 ايام اني ضرب كل يوم يوميه بالليل. ما اصعد بس ولا اذا اصرخ او احكي او اتالم من الضربه اللي يضربوني اياها يزيدوها علي بالزايد. يقولوا لي الا اريد اضربك ما يطلع لك صوت. هو كل الحكي ما بي اي شيء صحيح. اعترفتي على نفسك؟ اعترفت على شيء. قالوا لي تعرفون شنو الحكم مالتك؟ قلت لهم شنو؟ قالوا لي ذبح. انت بعد ما تولدين بثاني يوم ثالث يوم تنذبحين. انا ولدت طلعت من المستشفى للبيت، واحد بيت واحد من جماعتهم ابو مصعب المصري. قالوا لك تحت جزاه يمك سجينه، انت بعد ما تداوم تقعد يمك ويم زوجتك الى ان يوصل الامر ان ترجع للسجن، وهذا الطفل نشوف لاحد يتبناه يتكفل بالتربيه. جيبوا لي الطفلة هاي اللي ولدتها، ما علي بقدر اشوفها شنو انا اشوفها. خافت اتعلق بيها واني رايحة للموت. تجي امي تضحك علي، جابالي امي، جابالي امي. قلت لك هاي الحسوة بدلوها، عاد قالوا لي اخذي امك وروحي حضري ملابسك ويلا. جيت على امي
فوتتها للغرفة بهالحكي هاي البنية عمرها 14 سنة. طيبة اسمها قلت لها قالت لها أمي يما هما بس هلا قاعدين تنقذين حياة مريض يعني إنسان راح يموتوا بدون أي سبب. قالت له شو أسوي؟ قالت أروح للمطبخ. طبعا تعرفين هذا العدرج ربك فوته قاعدة وياهم. نعم والله العظيم اللي كاتب له الله عمره خلاص. قالت له شلون؟ قلت له أمانة الله مو أطلع ودكم تصيحين وراي. أنا مأيسة قلت إذا أطلع يمكن يضربوني برجلي أو شيء يوقفوني لأن أنا كنت أدهم لازم أنقتل. فراحت للمطبخ قالت له أمي روحي للمطبخ يخاف يسألونك يقولون وين. يقول أنا كنت بالمطبخ ما أشوفت المطبلة عنه. أبو التاكسي أخذكم القرية وبالقرية أخذت مهرب وبالمهرب المهرب. نعم وصلنا بزيادة بس بنتك هدى حسة ما عندها أي أوراق. ما عندها أي أوراق أي شيء ما عندها يثبت إن هاي بنتي أو أني أمها ولا أصلا هويتي مبدلة إن من زوجهم كلها باكر. هويتش ما متبدل. ما متبدل. والعقد حتى. العقد مال الزواج صار يمهم. أخذوه مني. أخذوه من عندي وأصلاً ما أعترف به ببغداد عقد دواعش هذا. يعني حتى ما تقولين عقد مال العرب علي علمهم وكتابتهم دولة إسلامية. نعم. أي. طيب. إيش قد عمرها هسه بنتش؟ عمرها سنة و 13 يوم. سنة و 13 يوم. إيش قد صار لش من طلعتي؟ صار تقريباً سنة. أي صار سنة. حاولت تراجعين تسألي؟ حاولت اي لو خفتي لانه اكو محامي بس واحد حكيت له موضوعي والله بخفت الظهر بس طلب ايش قد طلب 40 ورقه اريد اثبت ان هاي بنتي وابدل هويتي بالزوجه وما اعرف على اسم هذا الاب غيره ما ادري والأكثر شيء أكثر شيء رايدته أدواني أطلع من هنا أمن على حياتي بأي دولة كانت أحس أي حس ما مأمن علي هنا يعني خايفة والله العظيم خايفة. لم تعالج الأجهزة الرسمية والمختصة تلك المشكلة إلى غاية الآن بل تبدو في بعض الأحيان من دون رؤية تتطابق مع حجم الأزمة. وزارة الداخلية نأت بنفسها عن الإجابة في هذا الصدد وأكدت أنها في طور إكمال رؤية لمواجهة الأمر تشريعيا وإجرائيا. أما المنظمات الحقوقية فقد أكدت أن المشهد ضبابيا ومعقد ويستدعي تداخلا جراحيا تشريعي يساهم في تفتيت مكامن العنف وعوالقه. ست هناء هناك نساء تزوجن بالإجبار من قبل عناصر داعش يعني تم إجبارهم على هذا الزواج وهن الآن يجابهن رفض أيضا مجتمعي بعد أن ظلم في هذا الزواج كيف سيكون مصيرهم؟ يعني أنا أعتقد الزواج من عناصر من داعش هي المسألة لم تكن برغبة هؤلاء البنات ولا حتى أحيانا برغبة أهاليهم. هذا أيضا ما إحنا تحققنا من عنده من خلال صلاتنا وأيضا متابعتنا لمثل هذه الحالات. يعني نحتاج إلى أنه نقف أمام هذه المشكلة بشكل عقلاني ونعتقد يعني لابد أنه أن نتفهم أن هذه الزيجات أغلبها كانت زيجات بعقد شرعي وحسب الشرع الإسلامي. لهذا المسألة لا أعتقد أن هناك ضير في الاعتراف بهذا الزواج وأن هؤلاء متزوجات من أغلبهم من عراقيين فبالتالي مواطنين عراقيين تزوجوا بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية أو الاجتماعية أو أحيانا ربما المذهبية لكن بالضرورة إحنا يجب أن نعمل على كيفية يعني وجود هؤلاء النساء خاصة أغلبهم شابات وعدهم أطفال أنه في ضرورة وجودهم في داخل المجتمع رعايتهم حمايتهم لأن حسب أيضا ما إحنا نقدر نفهم أن هناك مهددات عدد غير قليل من عندهم مهددات من قبل عشائرهم بالتالي المسألة تحتاج إلى إثبات قانوني للزواج الاعتراف بالزواج كزواج عادي وهذا موجود حسب القانون العراقي من خلال المحكمة الأحوال الشخصية بوجود شاهدين إلى آخره أيضا ضرورة الاعتراف بالأطفال وثائق القانونية للأطفال النسب وأيضا قضية الشهادات الوثائق الثبوتية
يعني هذه القضية هنا تختلف عما حدث في ديالى آنذاك مع القاعدة. في ديالى كانوا مجهولين الهوية، اللي تزوجوا عناصر القاعدة اللي تزوجت من بنات من ديالى وخلفوا من عندهم عدد غير قليل من الأطفال، والأطفال ظلوا بدون أيضا لا إثبات قانوني ولا أيضا الاعتراف بالزواج وإلى آخره. إحنا الحالة هنا تختلف اليوم، ولهذا اللي أقوله وأتمنى على المسؤولين عن في مختلف المناطق اللي حدث بها هذه الحوادث، سواء في الأنبار سواء في نينوى سواء في صلاح الدين، من الضروري أولا حماية هؤلاء البنات وعدم التجاوز عليهم. وأنا أنطي مثل حكيم، مثل في غاية النبل، موقف شيخ الأزيديين في مسألة اللي حدث للاغتصاب للبنات وخطفهم وإلى آخره، واعتبرهم بناتنا، وهؤلاء ليس لهم ذنب فيما حصل لهم. وبالتالي أنا أعتقد هنا المسألة غاية أكثر من السهولة، أن هؤلاء متزوجات حسب الشرع الديني وحسب الكذا، لكن يمكن اتخاذ خطوات لحمايتهم وأيضا إثبات هذا الزيجات من أجل الحصول على وثائق ثبوتية للأطفال. أنا أقول إحنا اليوم بأمس الحاجة إلى موقف حكيم في هذا الجانب، من أجل تفتيت فكر التطرف، من أجل تفتيت أي توجه لما معناه يسمى العادات والتقاليد اللي انتقدت وكرس إلها الانتقاد من قبل المرجعية الدينية في النجف، أن هذه القضايا في قضايا استخدام العنف في العلاقات العائلية مسألة مغلوطة ومسألة يجب محاربتها. ويقول الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أن مشكلة عديمي الجنسية من هذه الفئة بدأت تتسع بشكل مضطرد مع تحرير المناطق تباعا، وتميل الدولة إلى إيجاد حلول لا تتعارض من العادات والتقاليد في تلك المناطق، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين ولدوا من آباء ينتمون إلى التنظيم الإرهابي. هل هناك إحصائية لعدد النساء اللواتي تزوجن سواء بالإجبار أو غير إجبار ولديهن الآن أطفال من داعش غير مسجلين؟ كيف ستتعامل يعني الدولة مع هؤلاء الأطفال؟ هذه الأمور تبقى سرية قيد الكتمان، لكن من يتجرأ من هذه النسوة أن يذهبن إلى أكشاك التدقيق الأمني وسلامة الموقف، أو أكشاك ما تعرف بتجديد الوثائق وإصدار وثائق جديدة. تم رصد إلى الآن 80 حالة فقط في أكشاك التسجيل في مناطق برطلة، في مناطق حمام العليل إلى الآن الحالات قليلة ونادرة، لكن الحالات بدأت تأخذ بالزيادة. هناك من يشجع هذه النسوة على أن يذهبن لتحديد الموقف الحكومي أو الموقف الرسمي القانوني من جهة الأولاد، من جهة عقود الزواج تصحيحها، أيضا تفهم كبير حقيقة من السلطة القضائية، تفهم كبير من السادة المحققين، هم ينفذون القانون بحسب معطياته على أن هذا الزواج يعتبر زواج شبهة، ولكنه زواجا شرعيا ليس فيه تهمة الزنا وليس فيه تهمة الاغتصاب. قليل من النسوة ادعن أنهن وقع عليهن جرم الاغتصاب، لكن مع هذا القانون أجرى إجراءاته وأعطى الهويات الخاصة وأيضا أحال بعض المستمسكات إلى المحكمة، خاصة النسوة اللاتي عجزن أن يأتين بشهود. هذا بالنسبة إذا كان الزواج من عراقي، من هو داعشي محلي عراقي، لكن إن كان أجنبيا عربيا كان أو ليس بعربي هناك إشكالية كبيرة. الحكومة تميل إلى أن تنفذ فيهم قانون أن ينسب هذا الطفل أو هذا المولود إلى جده من جهة أمه أو إلى خاله من جهة أمه. أيضا العادات والتقاليد تختلف بحسب البقعة الجغرافية وبحسب ثقافة الأسرة. كثير من الأسر ذهبنا إلى قتل هذه البنت مع رضيعها أو مولودها، والقليل منهم من تشجع إلى أن يحتوي هذا الموقف ويتعامل معه ضمن الضوابط القانونية والإنسانية. نعم دكتور، ذكرت زواج الشبهة، يعني ما المقصود بهذا الزواج؟ زواج الشبهة هو الذي وقع في ظروف الإكراه وظروف عدم قدرة ولي الأمر في اتخاذ قراره المناسب. هذا حصل في مناطق
كثيرة في غرب العراق، في مناطق شمال العراق، خاصة تلك المناطق التي فيها أرياف وقرى ومزارع وقصبات، لا تستطيع البنت أن يكون لها رأي مختص في هذا الموضوع. لكن المشكلة هذه القرى هي نفسها جارت على هذه البنت، حينما تم طرد هذا التنظيم المتطرف رجعت تعاقب هذه النسوة إما بالقتل أو بالإخفاء القسري الذي تصنف أنها مجهولة المصير. هل هذا يعني أنه من الممكن أن يحصل هؤلاء الأطفال على مستمسكات وأوراق ثبوتية، خصوصا في بعض الحالات يعني النساء ليس لديهن هذا العقد الشرعي اللي هو العقد الداعشي، باعتبار هم أيضا نازحات باتجاه المخيمات، هم أيضا هاربات في بعض المناطق يعني التي ما زالت تحت السيطرة، البعض منهن هربن يعني بدون أي أوراق ثبوتية. حقيقة القانون العراقي والقضاء العراقي يتفهم هذا الموضوع، وهناك قانون يخدم من تدعي أنها تزوجت من عراقي، لكن من تزوجت من غير العراقي هناك يعني بعض الإشكالات، تحتاج إلى توكيل محامي، وربما تستمر القضية لبضعة شهور، لكن النتيجة سوف تكون هناك مستمسكات بحق المولود الجديد. هل تم اتخاذ حكم عشائري في حالات في مثل هذه الحالات في المناطق التي عاد إليها الناس؟ في غرب الأنبار كانت هناك قسوة شديدة باتجاه بعض النسوة، حيث قام ذويهم من الدرجة الأولى بقتلهم وأيضا برمي الأولاد في الشارع، وبعض الأولاد أيضا مجهولين المصير، لا نعلم أين ذهبوا، ربما قتلوا. عند التقصي والبحث وجدنا أن مشكلة عديمي الجنسية في العراق لم تولد مع ولادة التنظيم الإرهابي الذي استباح بعض المدن العراقية في عام 2014، وإنما هي أزمة لها جذور تمتد إلى ثلاثينيات القرن الماضي، ويحتل العراق مرتبة متقدمة بين الدول التي تعاني من ظاهرة عديمي الجنسية. الجنسية هي الرابطة القانونية بين الفرد والدولة، وهي كل الرابطة القانونية تربط اللي بين الفرد والدولة، تنظم إلى حقوقه وامتيازاته. فلما أذكر أنه عديمي الجنسية راح تنعدم الرابطة القانونية بين الفرد وبين الدولة، وبذلك راح تنهي كل الالتزامات والحقوق اللي كانت مفروض أنه يتمتع بها، كحقه بحرية التعليم وحقه بالرعاية الصحية وحقه أيضا بالحقوق الملكية الأخرى. فلما أذكر عديمي الجنسية راح أقول أنه هو الشخص معدوم من الجنسية ومن الحقوق والالتزامات اللي تترتب عليه. هناك فئات مصنفة، فئات معنية، ولماذا لم يمنحوا جناسي أو أسقطت عنهم الجناسي؟ يعني قسمتهم قسمين، الشق الأول هم الفئات التي نقدر نقول عليهم تجمعات قبلية، أو هم القبائل اللي تكون مترحلة خارج العراق وداخله، اللي تسكن دائما خارج الحدود، هذول اكثر طائفه هم عديمي الجنسيه، لان هذول الدوله والمؤسسات الحكوميه ما تعترف بهم حتى تمنحهم الجنسيه العراقيه. هذا من جانب، الجانب الثاني هو الشق القانوني. الشق القانوني ان هناك بعض الطوائف او بعض الفئات اللي ايضا المجتمع ما يتقبلهم وما يعترف بهم، مثل مجموعه الغجر. مع العلم انه القانون انه سمح لهم يصدرون شهادات جنازي لهم، لكن حتى من منحت لهم اعتبروهم مواطنين من الدرجه الثانيه. اضافه الى هناك نقدر فئه اخرى اعتبرهم عديمي الجنسيه، هم فئه الكرد الفيليين اللي اسقطت عنهم الجنسيه العراقيه حسب القرار رقم 666 لسنه 1980، وحتى من استرجعوا الجنسيه لهم ما اعتبروهم الجنسيه الاصليه وانما جنسيه مكتسبه، حتى تسقط كافة الامتيازات اللي كانت متعون بها في السابق. هم ذول الفئات، إضافة إلى انضمت فئة أخرى وهي فئة النازحين بسبب مناطق النزاع والصراع وعدم تسجيل حالات الولادة داخل المحيط القانوني وتسجيل الزواج أيضا. فهذا نتج عنه أن تكون تلك الفئات عديم جنسية أو تحت خطر انعدام الجنسية، بالأصح ما نقدر نقول عديم الجنسية وإنما تحت خطر انعدام الجنسية. اكو بعض الفئات صراحه هم مثلا انه نتيجه العوز والفقر واللامبالاه، مي انه هذول هاي الفئات يمكن ايضا ما تحتاج انه ما عندها وعي بالوعي القانوني انه تروح تسجل زواجهم او يعني اثبات الولاده في المحاكم، او يعني انه يقول انه ما لها داعي وما لها اهميه يروحوا يسجلون. فهاي الفئات راح تترتب عليها اثار كل السلبيه، انه يكون عندهم اطفال بدون هويه. من هي الفئات التي تشترك مع ضحايا داعش في هذا الملف؟ سؤال لم نكن نتوقع إجابته ستكون بهذا الاتساع. فئات متنوعة ولكل حالة منها خصوصياتها الاجتماعية أو السياسية.
طبعا حقيقة على مر السنين الذين تم إسقاط الجنسية عنهم هم اليهود في الخمسينات وتم ترحيلهم إلى فلسطين، ومن ثم الكرد الفيلية استمرت من السبعينات إلى أواسط الثمانينات أسقطت عنهم الجنسية العراقية، ومن ثم أيضا بحجة أنهم من التبعية الإيرانية، ومن ثم رحلوا وتم الاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. هؤلاء الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية، لكن الذين لم تمنح لهم الجنسية العراقية هم الغجر الذين كانوا، طبعا الغجر العراقيين اللي كانوا بالعراق حقيقة من الفترة الطويلة لم تمنحهم الجنسية، وبالتالي حرموا أولادهم من الدراسة والتوظيف. هؤلاء الذين أسقطت عنهم الجنسية والذين لم يمنحوا لهم الجنسية العراقية. الغجر واحدة من تلك الفئات الذين يعانون من انعدام الجنسية، وهم لم يحصلوا على حقوقهم حتى مع اعتراف القانون بأحقيتهم تلك. العزلة التي يعانيها الغجريون جعلتهم أقواما مسلوبة الإرادة، فهم ليسوا فاقدين جنسية فحسب، وإنما فقدوا رعاية صحية وتعليم وضمان اجتماعي وحقوق أخرى لا حصر لها. تلكؤ هذا الشاب دليل آخر على هذه العزلة. ما كان عندنا شاهد، فاجون المحامين قلت ليش؟ قام المحامين احنا ما نطلع شاهد جنازي. ايه. واني كان عندي جنسيه شهاده جنسيه قديمه ما طلع، يعني شهادتي ما طلع، قال طردوني، قالوا لي تفضل. كان عندك شهاده جنسيه صادره من قبل 2003؟ اي 2003 صادره. قبلها؟ اي. بعد 2003 تجددها؟ قالوا لي انت غجري روح تفضل انزل. ما طلعت. شو قالوا لك؟ انزل تفضل اطلع برا، انت غجري ما عندك شهاده. وانا خليت نزلت. ما قبلوا؟ ما قبلوا. فاجوا المحامين، لما المحامين ما طلعوني شهاده جنسيه ولا طلع الجهال شهاده جنسيه. جوي محامين تابعوا قضيتك؟ اي اي. المحامين قدروا يحصلوا لك؟ من هم وقفوا، لما المحامين انا ما طلع قالوا لك شهاده جنسيه. اي شهاده جنازه كلها، يعني الي والجهالي. لك والجهالي. ايه. هذه شهادات الجنسيه ايش بيها؟ ايش مكتوب فيها؟ استثناء. هل هناك تمييز في الجنازه التي تصدر لها هذه الفئات؟ مثلا بالنسبه للغجر هل هناك تمييز في الجنازه؟ طبعا. بالنسبه للكرد او اذا كان هناك فئات اخرى ايضا؟ طبعا انه الفئات، فئه الغجر لما تصدر لهم شهاده جنازه تكتب انه استثناء، انه هو مستثنى من القانون لحد الان. واحنا صراحه يعني سوينا هواي مؤتمرات، سوينا هواي ندوات في سبيل نلغي الاستثناء. والسبب شنو؟ السبب انه نريدنا من فئه الغجر يندمجون بالمجتمع حتى يقدرون يتعايشون بصوره صحيحه، لكن ما قدرنا، بقوا انه هذا الشخص انه هو مستثنى من القانون. بالنسبه لفئه الكرد الفيلين انه هم لحد هسه ما يعتبروهم عراقيين، الاصل انه ما يعتبروهم اجانب من ضمن يعني شعبة الأجانب، والحدث أنه عامل معاملة أنه هو مو عراقي، أنه هو أجنبي، تعرفين شلون؟ فأكيد يعني في نوع من التحيز، ولا هم ما يصدرون جنسية يعني شهادة جنسية بصورة واضحة وصريحة أي يعني أي فرد من المجتمع. كل الشهايد الجنازة مال غجر بها استثناء؟ إيه كل الشهايد عامة. نعم. موقف جماعة يعني قلت لك ما عندهم جنازة ولا عندهم شهايد، فما يقدرون من كلمة يعني انت قجري ما يقدرون يراجعون الدوائر. اكو هاي ناس تخوفون يراجعون لانهم غجر؟ اي اي. من شنو يتخوفون؟ والله من كلمة يا غجري يعني في اسم. طيب كلمة الاستثناء هذه تحرجك مثلا بالسيطرة او بنقاط التفتيش، او اذا احد وقفك طلب من عندك شهادة جنسية يقراها؟ اي اي. تحرجني يعني غجري مكشوف، هذا غجري. ممكن توقعك بمشكلة أمي؟ إيه. شلون؟ والله هواي مشاكل تحدث يعني. مثل؟ يعني غلط على الغجر هاي، أنت هيك أنت. الأجيال هسة اللي عايشة صدرات لهم جناسي حلت مشكلتهم ولا ظلت مشكلتهم؟ لا أكو أكو صدرات لهم، أكو ما صدرات لهم. أكو صدرات لهم وأكو ما صدرات لهم. واللي عندهم شهادات جناسي قبل صدرات لهم هسة. بس كنتوا تحتاجون وساطة مو مثل ما جتي محامية ست فرح قدرت استاذ احمد. اي ست فرح واستاذ احمد جوي كانوا وساطة في قضية الاستاذ. إيه طبعا من هذول جو وساطة يعني اني يعني من جو وساطة اني يعني واقف وياهم يعني متحامي بهم يعني متحامي بهم. اي
طيب العوائل اللي ما حظوا بمحامين انه يكون ما طلعوا لهم حتى لو عندهم شهاده جنازه ما طلعوا لهم وبالنتيجة هذه المشكلة تتفاقم تأثر على وضعكم داخل المجتمع يعني انت لا تقدرون تروح المدارس مراكز صحية لا اكو يعني جوازات ما تطلع لا مدارس اكو الجوازات تطلع لنا يعني بالنسبة للناس اللي ما عندهم هويات لا ما يطلع لهم تحس انه انتم معزولين عن المجتمع تحاولون تندمجون بس ما تحصلون على فرصة تريدون تغيرون هذا الواقع اللي انتم عايشين به نعم احكي لنا عن هذا الموضوع. والله هذا الموضوع انا لما شغله استثناء للشهاده لما شغله استثناء يعني حال المواطنين العادي يعني او ناجر او نسكن او نشتري بيوت بس شغله الاستثناء قلت ليش؟ تقدر تاجر بغير مكان؟ لا ما اقدر. ليش؟ ما اقدر. ليش ما تقدر؟ ما قلت ليش ما اقدر. شنو السبب؟ استثناء. السبب استثناء؟ يعني عقد ايجار ما تقدر تسوي؟ ما اقدر. ابو الملك يعني يجوز طبعا ابو المكتب يعني من غير الشهاده ها استثناء هذا يعني قجري يعني. اي. هاي زحمه يعني علينا ما نقدر يعني حتى نشوف المستمسكات. نعم. المستمسكات يعني الشهاده ما فيها استثناء عادي شوفوا بالمكتب المؤجر ماكو مشكله. العادات الاجتماعية أيضاً كان لها دور في اتساع فئات عديمي الجنسية فالمتزوجون من قُصر لم يبلغن السن القانونية حتى ما عليهم عدم تسجيل زواجهم قانونياً وبالتالي لم يعد بإمكان أطفالهم إصدار الجنسية فاندرجوا ضمن الخطر نفسه. شقد صار لك تسكن في هذه المنطقة؟ والله صار لنا 5-6 سنين يعني صار لنا فترة طويلة من زمان يعني هنا. هذه هي من العشوائيات مو؟ اي تجاوز يعني. نعم. ايه. طيب مشكلتك الأساسية بدأت من أنت جيت سكنت هنا بعدم امتلاك الأوراق الثبوتية لو قبلها؟ لا احنا من جيت سكنت هنا يعني هو قدر الله سبحانه وتعالى كانت بوقت 2008 2007 ما كانت الدوائر يطلبون بطاقة السكن. كانت عندنا احنا هاي بطاقة المجمعات سوينا اياها نمشي عليها. توفى والدي الله يرحمه ويرحم والديكم بال 2009 بطاقة الحصة كانت باسمه. من توفى والدي صارت بطاقة السكن، قامت الدوائر يطلبون بطاقة السكن. زين بطاقة السكن احنا حولنا بطاقة الحصة باسم الحجية باسم والدتي. من تحولت باسم والدتي، والدتي ما عندها شهادة جنسية. راجعنا بطاقة السكن، ردنا بطاقة السكن نطلع بطاقة السكن هي باسمها بطاقة الحصة باسم الحجية باسم والدتي. طلبوا علينا شهادة جنسية. الحجية ما عندها شهادة جنسية، قالوا أخوها أختها زين أخوانها متوفين خوالي وأختها. يعني الحجية ما عندها شهادة جنسية وأهلها هم ما عندهم أي واحد. أهلها الناس هذول القديمين ما مطلعين شاهد يعني ما عندهم شاهد. لا أبوها لا أخوها لا ما عندهم لا كلهم ما عندهم. اختها موجوده وما مطلعه واخوانها اثنين متوفين ما عندهم شهايد. راجعنا لبطاقه السكن قالوا اريد شهاده. راجعت للشهاده للمنصور. بس انت ما تقدر تطلع بطاقه التموينيه او بطاقه السكن لانه والدتك ما عندها شهاده جنسيه. ما عندها شهاده جنسيه. راجعت للشهاده ردت طلع لها شهاده اخذتها ورحت للعامه قالوا روح للعامه. راجعت للعامه طلبوا علي بطاقه السكن. رحت للمنصور طلبوا علي بطاقه السكن، زين بطاقه السكن هي وحده مرت غيابة احنا منين نطلع بطاقه السكن؟ هسه انت ظليت حاير بين الاثنين، بين تروح يعني نروح لهاي يطلبون هاي ونروح البطاقه تروح لبطاقه السكن يريدون لك شهاده جنسيه نروح لبطاقه السكن يريدون نعم اي تروح شهاده جنسيه يريدون لك بطاقه السكن نعم فبقيت انا متزوج عندي ذول 4 جهال بقوا يعني طيب انت تزوجت بعد هذا الموضوع؟ انا تزوجت يعني قبل وفاه والدي بسنه تقريبا تزوجت صارت عندي غدير من توفى والدي كانت عندي غدير فاحنا ما على بالي هيك يعني تصير صعوبه وتصعب علينا ما كانت بطاقه السكن وما تزوجت كانت اكو مشكله؟ ما كانت اكو مشكله يعني كان ممكن انها تروح تسجل العقد تزوجت وتوفى والدي ورا سنه تقريبا يعني كانت عندنا بطاقه المجمعات نمشي عليها ماكو بطاقه سكن بعدين تغير القانون الدوائر قاموا يطلبون بطاقه سكن لما راجعنا على بطاقة السكن قلت لك هاي الحالة اللي صارت يعني
والدي توفى، تحولت بطاقة الحصة حولناها باسم الحجية، الحجية ما عندها شهادة، نروح للشهادة يريدون البطاقة السكنية، نروح للبطاقة السكنية يطلبون شهادة علينا. أنا عندي أربع جهال دولة تشوفيهم. يعني تعبت، يعني راجعت أكثر من مرة، أخذت الحجية يعني أكثر من مرة، 15 20 مرة رحت. طيب. الشهادة الجنسية العامة بالكرادة. نعم. بس أنت بس أسألك سؤال، ليش من تزوجت ما رحت صدقت العقد بالمحكمة مالتك؟ ما صدقت العقد يعني. شنو النقص اللي كان عندك بأوراقك؟ ما عندنا نقص، يعني عيشة ملتهين بعيشتنا ومشغولين، يعني ما رحت، يعني هملت الوضعية. أنا هملت الوضعية بداية كبداية. شو وقت بديت تحس أنه أنت تحتاج أوراق ثبوت؟ يعني أنا لا صار لفترة، يعني راجع قبل، يعني راجعت، يعني تعبت من زمان انا راجع عليهم، يعني هاي قبل تسجلها بالمدرسه عبالي، يعني هسه كبرت هي بعد ما اقدر اسجلها. هسه ايش قد عمرها غدير؟ يعني راح يصير عمرها 9 سنين، يعني غدير عمرها 9 سنين بدون اوراق، اي بدون اوراق رسميه، بدون اي شيء، بدون لا جنسيه ولا عقد ولا مسوى عقد ولا جناسي ولا حصه، يعني اصلا دولة بدون حصه. يعني انا هسه محتار بعيشتهم، انا هسه محتار بعيشتهم، انا كاسب ما عندي الحمد لله وشكرا. وضعت الأمم المتحدة استراتيجية لحل مشاكل عديمي الجنسية حول العالم، وهي تسعى إلى إنهاء هذا الملف مع حلول عام 2024. لكن السؤال، هل إن السلطات في العراق تمتلك رؤية أو استراتيجية بهذا الصدد؟ يعني هو قانونيا ما ممكن أنه أنت تحرم مواطن عراقي من الجنسية، لأنه هو مواطن عراقي وعلى أرض العراق، ما ممكن أن تحرمه بالدستور. يعني منع اسقاط الجنسيه عن المواطن العراقي لاي سبب كان، فبالتالي الممارسات اللي كانت تمارس باسقاط الجنسيه وعدم منح الجنسيه للعراقيين حقيقه كانت هي ممارسات تعتبر عنصريه وتعتبر جزء من انتهاكات حقوق الانسان. حقيقه كلجنه حقوق الانسان ما اخفيك سر، احنا فقط تابعنا الشكاوي اللي كانت تردنا احنا كلجنه. أما أنه هذا الملف هل أنه تابعنا إحنا شخصيا، مثلا أنا قلت لك يعني إحنا تسوين ورشتين حول أنه هاي النساء والنازحين اللي ما عندهم مستمسكات، شلون الأطفال اللي هم أبا شلون يعني عالج هذه، وأيضا الشكاوى اللي كانت تردنا كلجنة حقوق إنسان من الكردي الفيلية اللي يعرقلون منحهم الجنسية اللي هو حسب القانون أعطاهم هذا الحق. يعني الشكاوى اللي كانت ترد لنا، بالإضافة إلى أنه هذا الموضوع الجديد اللي طرح على الساحة العراقية ما بعد هجوم داعش، أما أنه تابعنا بالنسبة للبقية مع الأمم المتحدة أو هذه، أنا أعتقد بأنه من غير هالورشات كلجنة ملفاتنا كثيرة حقيقة، ملفات لجنة حقوق الإنسان كبيرة وكثيرة جدا، ويوما بعد يوم يظهر لنا ملف جديد، يعني بحاجة إلى متابعة مستمرة.